بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلني أعلى احتمال ممكن، اللهم اجعلنا أعلى احتمال ممكن، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. خلصنا سلسلة الخطوة القادمة وداخلين على سلسلة صناعتك. أنت راح تصنع نفسك الآن، أنت تصنع استثمارك بنفسك، أنت تصنع فرصك في الحياة بنفسك. عشان تصنع هذه الفرص وعشان توصل للمرحلة اللي أنت تبغاها بإذن الله سبحانه وتعالى، اسأل نفسك سؤال: هل أفكارك تتوافق مع عالمك؟ إيش يعني هذا الكلام؟ وإيش نقصد بالأفكار لما تتوافق مع عالمك؟ خلينا نحط مثال مرة بسيط. اليوم الإنسان عنده موهبة أو عنده مهارة، خلينا نقول مثلا مهارة الرسم أو مهارة الكتابة. لما تلاقي نفسك في كل وقت فراغ القلم يتحرك في يدك بسلاسة وتبدأ تكتب أحداث أو قصص أو عبارات جميلة أو ترسم، هذا يعني أنه أفكارك قاعدة تطلع على الورق. فهنا في توافق بين فكرك وعالمك. متى تحول فكرك وعالمك إلى بزنس؟ وليش مهم أنه أفكارك تتوافق مع عالمك عشان عالم البزنس؟ كل هذا وأكثر في السلسلة القادمة. تابعني ولا تنسى، احنا موجودين على انستغرام، موجودين في تويتر، موجودين في سناب شات، وموجودين على اليوتيوب، وكلنا باسم عبد الله بحمشان.